ارتباك الحاصل في تسجيل الحجاج من لدن وكالة الأسفار للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. فليتفضل أحد وضع السؤال. شكرا سيد رئيس، سادة الوزراء، سيدات والسادة النواب المحترمون. يعاني بعض الحجاج من فئة وكالة الأسفار مشاكل عديدة فيما يتعلق بتسجيلهم بتلك الوكالات، وبصفة خاصة المنتمون إلى الأقاليم التي لا توجد بها وكالات للأسفار كإقليم وزن مثلا، أو بعض الجهات التي توجد بها وكالات للأسفار ولكنها لا تتوفر إلا على منتوج معين ومحدد بذاته. لذلك نسألكم سيد الوزير عن الإجراءات التي ستعتمدونها لتخفيف معاناة هؤلاء الحجاج. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب. جواب سيد الوزير. شكرا سيد رئيس، شكرا سيد نائب على طرح هذا السؤال. بالنسبة للعملية ديال توزيع حصة الحج على وكالة الأسفار تتقوم أساسا على الجهوية، وتتناط هذه المهمة بواحد اللجنة مشتركة ما بين وزارة السياحة وممثلين على الفيدرالية الوطنية لوكالة الأسفار، اللي هما كينظموا يعني عملية التوزيع وفقا لشروط وكذلك اعتمادا على نظام ديال التنقيط. وعدم استفادة بعض الوكالات بعض الأقاليم ولا بعض الجهات تعود لبعض الأسباب. الأولى كاين بعض الوكالات اللي ما كيتقدموش بطلب، إذا بحال دابا في الجهة ديال الأقاليم الجنوبية وكذلك ولاية تطوان ما تقدموش هذا العام الوكالات بطلب، إذا ما كاينينش وكالات في هذه الجهات هذو. وكاين كذلك بعض الوكالات يتم إقصاؤها لأن ما كتوفرش فيها الشروط المحددة في دفتر التحملات. وكاين بعض الوكالات اللي كتساهم معنا في العملية ولكن ما كتوصلش ل 60 نقطة، لأن حنا دايرين واحد السقف ديال 60 نقطة على 100 باش يمكن الوكالة أنها يمكن لها تساهم معنا. والسبب الرابع هو كاين بعض الوكالات لأنهم ارتكبوا أخطاء في الماضي كنعطيهم حنا توبيخ ولا عطيناهم توبيخ سنتين ما كيساهموش في هذه العملية ديال الحج. إذا العملية الآن ديال التوزيع بدات في 18 يونيو قبل يعني ربما من بعد فاش طرح السيد النائب المحترم السؤال ديالو، هي غاديه بطريقه طبيعيه وهو تتسهر عليها المصالح الخارجيه ديال وزاره السياحه اللي هي كتوزع الشواهد ديال التسجيل. اذا بالنسبه للاقاليم اللي ما موجوداش فيها وكاله ديال السياحه، المندوبيات الجهويه والاقليميه راه كتعمل معاهم باش يمشيوا لاقاليم اخرى في الجهه او جهات اللي هي قريبه لها باش يمكن لهم انهم يتسجلوا في عمليه الحج. وواعيين منا بضرورة إنجاح هذه العملية، وضعنا رقم أخضر في إطار وزارة السياحة 08020212 للتواصل مع الحجاج ونتوصلوا بالمشاكل ديالهم باش يمكن لنا أننا نتعاملوا إلا كان شي حاجة، ولكن ليس هناك ارتباك، العملية غادية بصفة عادية. شكرا سيد وزير. هناك تعقيب سيد نائب. سيدة النائبة تفضل. رئيس شكرا سيد الوزير والسيدات والسادة النواب. سيد الوزير شكرا على هذه التوضيحات ديالكم، ولكن مع الأسف كاين ارتباك، كاين ارتباك في حالة أن كاين الحجاج ديال جهة كاملة، جهة مكناس تفيلالت بحمولتها وبشساعتها الجغرافية وبتاريخها، ما كاينش وكالة الأسفار اللي كتقدم جميع المنتوجات تو لي برودوي، لو برودوي بريميوم ما كانش في مكناس تفيلالت، وما عندش الحق الحجاج ديال مكناس يمشيو ياخذوه من جهة أخرى إلا حتى آخر يوم. أكثر من هذا الشيء كانوا يشروا منتوج رغما عنهم، ومن بعد ما كاينش ارتباك. كتسمي سيد الوزير ما كاينش ارتباك ان حجاج مكناس كاين اللي شرى من عند وكاله في بركان وكاين وكاله في وجده والفاتورات واجدين وكاينين. سيد الوزير هاد المساله هذه راه عدبات بداو من دابا في المشاق ديال الحج، وهما مازالين في ديورهم الحجاج ديالنا ديال الجهه. انا هنا كنشوف كاين واحد الحيف فيما يخص في القطاع، كاين حيف، وهذا ما كيطمئنيش يعني على جهه مكناس تفيلالت فيما يخص البرنامج ديالكم في السياحه. سيد الوزير هذا تذكير، اذا كان الوكالات الاصفر كلهم ديال مكناس تفيلالت ما عندهمش واحد المنتوج معين، فكيفاش غادي تفكروا في مكناس تفيلالت كجهه اللي هي عندها اهميه ديالها واهميه كبيره
وطنيا ودوليا وبلا ما نجبدوا التاريخ ديالها ولا الحمولات ديالها كلها. ومن هنا كنطلبوا منكم سيد الوزير باش ديروا بالكم مكناسة فيلالت. واش مكناسة فيلالت بستاد الأقاليم ديالها ما كينشي واحد الوكالة واحدة الأصفار اللي كتقدم جميع المنتوجات؟ هذا حيف كتفرض على الحاج باش يمشي بواحد طريقة معينة وفي واحد مستوى معين، كاين مستويات مختلفة وكيخص الحاج يحس حتى هو باللي متساوي مع الحجاج كلهم ديال المغرب. شكرا سيدة النائبة. الرد السيد الوزير في السيدة النائبة المحترمة. بالنسبة لنا حنايا كنحاولوا أننا وكالة الأصفار يكونوا عندهم جميع العروض سواء البريميوم أو الستاندار أو العادي، ولكن هذا لا يتوفر في كثير من الأحيان لأنه كاين كثير من الوكالات تمشيوا العكس لما قالته السيدة النائبة، تبغوا أنهم يكون عندهم البريميوم. بالعكس حنا في وزارة السياحة كنحاولوا أنهم يمشيوا العادي والستاندار لأنه هو اللي مطلوب أكثر، ولكن في إطار عملية ديال التوزيع يمكن يكون جهة أو إقليم اللي ما فيش مثلا البريميوم، لهذا حنايا كنعملوا مع المندوبية ديال السياحة باش يمكن لهم أنهم ندفعهم إلى جهات أخرى. ربما تخلق شيء من المعاناة بالنسبة للحجاج، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة باش يمكن لنا أننا نتجاوبوا مع الطلبات ومع الرغبات ديال الحجاج اللي بغاو مثلا واحد صنف معين من 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 العروض. ولكن حنايا يعني فتح الأبواب، كذلك هناك خط أخضر إلا كانت شي مشاكل اللي هي الآن واصلة حنا يمكن لنا أننا نتواصلوا في شأنها باش نحلوها، لأنه الأساس والهدف بالنسبة لنا هو أننا نجاوبوا مع جميع طلبات الحجاج كما كان نوعها. شكرا. شكرا سيد وزير.